أهلا بكم إلى نشرة الرابعة. قبل ساعة الإغلاق يواصل الناخبون الأتراك منذ صباح اليوم الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويتنافس في هذه الجولة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان الذي فاز بأعلى نسبة تصويت في الجولة الأولى مقابل مرشح المعارضة كمال كليتشدارأوغلو، وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة 50% من الأصوات في الجولة السابقة والتي جرت في 14 من أيار الحالي. ويحق لأكثر من 60 مليون تركي انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات. وخلال الإدلاء بصوته في منطقة اسكودار على الجانب الآسيوي لإسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اقتراع اليوم سينتهي بسرعة فائقة. هذه المرة لا توجد أحزاب سياسية على بطاقة الاقتراع، والورقة ليست بطول متر. هناك مرشحان فقط، وبما أن شعبنا سيصوت فقط لذلك، أعتقد أن تصويت اليوم سينتهي بسرعة كبيرة. وللمرة الأولى في تاريخ الديمقراطية التركية نحن نشهد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، وفي الوقت نفسه لا توجد انتخابات أخرى في تاريخ العالم جرت بمشاركة 90%. وفيما يتواصل الاقتراع، يرصد موفد يو تي في ضيف يزن عملية التصويت من داخل مراكز الاقتراع في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة. مع ساعات الصباح الأولى فتحت صناديق الاقتراع مرة أخرى في 81 ولاية تركية إذانا ببدء التصويت في الجولة الثانية لتحديد من سيكون الرئيس. المفوضية التركية العليا للانتخابات كانت قد أعلنت أن هنالك إقبالا شديدا على صناديق الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وتتوقع أن تبلغ المشاركة إلى نهاية التصويت بنسبة أعلى من النسبة التي حصلت عليها في الجولة الأولى. بالطبع حصلت في الجولة الأولى على 88%. أيضا التصويت في المعابر الحدودية ما يزال مستمرا وفي المطارات أيضا، كما توقف منذ يومين التصويت في الخارج. نسبة التصويت في الخارج بلغت 55%، والصناديق وصلت مساء أمس أنقرة ليتم فرزها وعدها. أكثر من 60 مليون مواطن تركي يحق لهم التصويت في جولة الإعادة من أمام أحد مراكز الاقتراع. ليو تي في ضيف يزن إسطنبول. الآن إذن ينضم إلينا موفدنا لتغطية الانتخابات التركية في من إسطنبول ضيف يزن. مرحبا بك ضيف، ضعنا في أجواء الانتخابات في تركيا قبل ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع. بالطبع زميل سفيان، تشهد الانتخابات في تركيا منذ ساعة الصباح الأولى إقبالا كبيرا كما كانت في الجولة الأولى. بالطبع جولة الإعادة كما ذكر الرئيس التركي عقب الإدلاء بصوته أنها للمرة الأولى في تاريخ تركيا تحدث جولة ثانية، جولة إعادة لانتخاب الرئيس. طبعا لم تمنع الأمطار و الجو البارد نسبيا من الكثافة، من كثافة التصويت. بالطبع الآن قبل ساعة من إغلاق الصناديق هنالك يعني زخم أقل وتوافد أقل مما كان عليه في الصباح. أيضا يطيب لي أن أذكر أنه هنالك أكثر من 47,000 شاب تركي يحق له التصويت في جولة الإعادة لم يستطع التصويت في الجولة الأولى بسبب عدم بلوغ السن القانوني وهو 18 عاما. نعم ضيف، كيف سارت الانتخابات في المركز الانتخابي الذي تتواجد فيه؟
بالطبع أنا أقف في منطقة إسكودار في الشق الآسيوي من إسطنبول. الانسيابية يعني مرت بسلام وبطمأنينة، كان هنالك توافد كما أسلفت، توافد كبير في هذا المركز الذي أقف فيه. حتى لفت انتباهي أننا منذ ساعة الصباح الأولى كنا متواجدين في المركز قبل 8 صباحا، قبل بدء فتح أبواب الاقتراع كان هنالك طوابير تنتظر الدورة في حال فتح الباب للدخول والإدلاء بأصواتهم. بالطبع لم نشهد أي خرق أمني أو خرق في هذا المركز، ولم تعلن أيضا الهيئة العليا للانتخابات أي خرق يذكر في عموم تركيا واسطنبول. نعم، مفدنا لتغطية الانتخابات التركية من اسطنبول ضيف يزن، أنا أشكرك جزيل الشكر. ويختار الأتراك اليوم رئيس الجمهورية لخمس سنوات مقبلة، فيما تغلق صناديق الاقتراع في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بعد نحو ساعة من الآن تقريبا. يوم حاسم واختيار سيحدد وجهة تركيا لخمس سنوات قادمة وربما أكثر. للمرة الأولى في تاريخ تركيا تجرى جولة ثانية لاختيار رئيس للبلاد بعد عدم اجتياز أي من المرشحين عتبة 50% في الجولة الأولى التي حصد فيها الرئيس رجب طيب أردوغان النسبة الأعلى، إذ تقدم بفارق 5 نقاط مئوية على منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو. لم تتغير الخارطة السياسية كثيرا عن الجولة الأولى، سوى أن أصوات من خسروا وانسحبوا ستتفرق على المعسكرين، ويرى الخبراء نتائج التصويت بانعكاسه على الدعاية الانتخابية لهذه الجولة التي هيمنت عليها قضايا اللاجئين ومحاربة الإرهاب وسياسات الداخلية في تركيا. من المنتظر أن تخرج النتائج الأولية مبكرا هذه المرة لانحسار الاقتراع بين مرشحين رئاسيين فقط لكل منهما رؤيته للبلاد ومستقبلها، وبالتأكيد فلن تحدد الانتخابات من سيحكم تركيا فحسب، ولكن كيف تحكم أيضا، وما هو مسار اقتصادها، وما شكل سياستها الخارجية. فضلا عن كونهما بلدين جارين، تربط العراق وتركيا روابط سياسية وأمنية واقتصادية. مرتكزات العلاقة بين البلدين في ضوء الانتخابات التركية يستعرضها استوديو الأخبار التفاعلي من إعداد علاء هاشم وتقديم رويدة التميمي. بين العراق وتركيا تطورت بمرور الوقت وأخذت أشكالا متعددة خلال السنوات الماضية، سياسية وتجارية واقتصادية، ووصلت إلى قمتها بين 2006 و2012، إذ تكللت بتوقيع الإعلان السياسي الاستراتيجي إثر زيارة رئيس الوزراء حينها رجب طيب أردوغان لبغداد في 10 تموز 2008، كما وقع البلدان 48 مذكرة تفاهم واتفاقية في مختلف مجالات التعاون عبر الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي ببغداد عام 2009. بحسب مجلس الأعمال التركي العراقي، فإن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد يبلغ نحو 20 مليار دولار، ويسعى البلدان إلى رفعه أكثر من ذلك مستقبلا، حيث يتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي، ويعد الرابع عالميا بعد كل من ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ويصنف خبراء الاقتصاد التجارة بين البلدين بأنها نشطة وتتسم بالانسيابية والمرونة، مع ارتفاع تدريجي يفرضه السوق في حجم الصادرات، ويتم تصدير المنتجات التركية إلى العراق عبر منفذين، الأول معبر إبراهيم الخليل في زاخو، والثاني بري جديد افتتح في حزيران الماضي شمالي أربيل.
خطوة فتح المعبر الجديد جاءت في ظل تحرك حكومي من البلدين لتطوير العلاقة الاقتصادية، إذ أعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الزيارة الأخيرة لأنقرة عن مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة على مياه الخليج العربي نحو تركيا، بما يجعل العراق ممرا رئيسا إلى أوروبا ويقلل من وقت نقل البضائع والشحنات إليها بشكل كبير. خلال السنوات الماضية أصبح ملف المياه أحد الملفات المشتركة في العلاقة بين العراق وتركيا، فخلال الأشهر الماضية سجل العراق تراجعا في منسوب نهري دجلة والفرات، ما تسبب في هجرة الأهالي من عشرات القرى في الأرياف إلى جانب خسائر فادحة في القطاع الزراعي، إلا أن اتفاقا عراقيا تركيا أثناء زيارة السودان أسهم في زيادة التدفقات المائية لنهر دجلة بنحو 1500 متر مكعب بالثانية، أي ضعف الكمية الواصلة في السابق. تعتبر تركيا العراق دولة مهمة ومؤثرة في أمنها، ما يفسر مساعي أنقرة للحفاظ على وحدته وسيادته، والسبب يعود إلى أن تركيا تأثرت بأزمات العراق محليا ودوليا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وبموجب ذلك وقع البلدان اتفاقية التعاون وأمن الحدود إلى جانب بروتوكول أمني عام 1983 لتضمن أنقرة حماية حدودها من مقاتلي حزب العمال الكردستاني. في العراق بدأت مفوضية الانتخابات استعداداتها لتنظيم الانتخابات المحلية وفقا للقانون المعدل، مؤكدة أنها تتلقى دعما كاملا من الحكومة. وفي كلمتها الأسبوعية ذكرت المفوضية أنها اعتمدت آلية التعاون مع المراكز التموينية في تسجيل الناخبين بيومتريا مع توزيع بطاقة الناخب للمسجلين سابقا، وذلك عند تحديث بطاقاتهم التموينية، مضيفة أنها تعمل على تنظيم مسارات عمل مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية بما يضمن انسيابية إنجاز العمل وفقا للأنظمة والتعليمات. يعتزم تحالف إدارة الدولة عقد اجتماع غدا الاثنين لمناقشة مساعي اللجنة المالية لتعديل عدة مواد في مشروع قانون الموازنة. رئيسة الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري قالت في تصريح صحفي إن الاجتماع سيخصص لمناقشة المادتين 13 و14 في مشروع الموازنة، وبينت أنه تم إرسال المادتين إلى مجلس النواب في ضوء الاتفاق الأخير بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، مضيفة أن المالية النيابية أجرت تعديلات عليهما وسط مقاطعة ممثلي الديمقراط الكردستاني، ما أدى إلى تأخر التصويت على الموازنة. طالب شاخوان عبد الله نائب رئيس مجلس النواب بتعليق أعمال لجنة المالية النيابية، وكان عبد الله قد وجه بتصويب عدد أعضاء اللجنة إلى 23 بدلا من 24 استنادا إلى النظام الداخلي لمجلس النواب، وقال إن العدد الحالي يمثل مخالفة صريحة للنظام، مشددا على ضرورة تعليق عمل المالية النيابية لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلة عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر. على الرغم من تحديد أكثر من موعد لتمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان، فإن التعديلات الفنية على حصة الإقليم أعادت الاتفاق السياسي بين بغداد وأربيل خطوة إلى الوراء. تفاصيل الخلاف نتابعها في هذا التقرير المشترك. على الرغم من تحديد أكثر من موعد لتمرير مشروع قانون الموازنة في البرلمان، فإن الخلافات فنية مرة وسياسية مرات لا تزال تعرقل التمرير. تغييرات فنية في بنود الموازنة،
أعادت الخلافة السياسية بين بغداد وأربيل. التغييرات التي سببت الأزمة مررها أعضاء في اللجنة المالية النيابية وتتعلق بالتعاملات النفطية وكميات تصدير نفط الإقليم وإيداع الأموال، مما نصت عليه المادتان 13 و14 في مشروع الموازنة. هذا 20 تريليون اجى على بعض الاتفاقات، منها الاتفاق اللي خاص بكردستان انهم يسلمون 400 الف برميل بدل 250 برميل، سياخذون ضعف الرقم، بدل ما كانوا ياخذون 200 مليار تقريبا حياخذون 400 مليار. زين، وغير الايرادات غير النفطيه، اللجنه لا دخلت ايرادات غير النفطيه وقالت لازم يتسلم، في حال ما تسلم تقيم وتحذف من نصيب كردستان. هذا كردستان نشوفه خارج الاتفاق الذي عقد في تشكيل الحكومه. تصويت اللجنة المالية على هذه التغييرات تسبب في انسحاب الأعضاء الكرد من جلسة التصويت، لكن وبحسب اللجنة فإن المراجعة النهائية على بنود الموازنة قد تتم في الساعات المقبلة. هنا في أربيل موقف الإقليم لم يعد بتلك المرونة التي كانت القوى الكبرى تتحدث بها، فالخلافات الفنية انعكست على الاتفاقات السياسية بين بغداد وأربيل. حكومة إقليم كردستان ترى أن التغييرات الفنية التي أجريت على مشروع قانون الموازنة هي تغييرات تستهدف الإقليم، كما أنها غير دستورية بالنسبة لأربيل. بالحقيقة تغييرات عديدة ولا مخالفة للقانون ومخالفة للدستور ومخالفة لروح الاتفاق الذي تم بين إقليم كردستان، حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية. على سبيل المثال مسألة تصدير النفط، هي كانت ضمن الاتفاق أن تكون لجنة مشتركة بين شركة سومو ووزارة الموارد الطبيعية وأيضا حساب خاص بإشراف الحكومة الاتحادية وأيضا تحت تصرف حكومة إقليم كردستان. أربيل أعلنت إنها تعارض التغييرات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على مشروع قانون الموازنة، وإنها لن تلتزم بأي قرار باستثناء الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني والمتعلق بالتحويلات المالية إلى أربيل وتقاسم إيرادات النفط بين المركز والإقليم. قال عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي إنه من المؤمل الشروع بمناقشة قانون النفط والغاز بعد إقرار الموازنة. ذكر الحمامي في تصريح للوكالة الرسمية أن الحكومة المركزية والإقليم ملزمان بإقرار قانون النفط والغاز، وخاصة بعد اتفاق ائتلاف إدارة الدولة على إقرار القانون قبل تشكيل الحكومة، مضيفا أن البرلمان سيناقش بعد العطلة التشريعية عددا من القوانين التي تمس المواطنين، من بينها قانون تنظيم العشوائيات. أكد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ضرورة مراجعة إدارة ملف المياه عبر حشد جهود الدولة داخليا وخارجيا وعدم الاقتصار على جهود وزارة الموارد المائية. وخلال اجتماعه مع هيئة الرأي أو الري في وزارة الموارد، أشهر السوداني وجود ضعف في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل منظومات السدود وخلل في رصد نوعية المياه وكميتها عند مداخل المحافظات ومخارجها، ووجه السوداني بأهمية إيجاد تشريعات خاصة لرفع التجاوزات على المياه، ومنها بحيرات الأسماك ومعاقبة المخالفين، وسط العمل على غلق مصبات مياه الصرف الصحية غير المعالجة في الأنهار، منوها إلى أن الخطط الزراعية للموسم الجديد ستقتصر على الفلاحين الذين يعتمدون طرق الري الحديثة. شكرا لكرم المتابعة، في أمان الله.